لفتت نظري تجربة نسائية عادت بالفائدة على الكثيرات بكركوك، مشروع اسمه منظمة المساحة الآمنة، وما أكثر النساء بحاجة لهذه المساحة حقيقة. معنا المسؤولة عن متابعة وتقييم كل خطوات التدريب والمتدربات، نائب مدير المشروع بالمركز السيدة سهى إبراهيم. يا أهلا وسهلا، تنضمنا عبر السكايب. أهلا وسهلا ست سهى. أهلا وسهلا ومساء الخير على ست رقية ومساء الخير على الجميع، وبداية أحيي كل نساء العالم وكل عام وكل امرأة ملهمة وطموحة، وكل عام والمرأة العراقية أقوى من كل التحديات. كل عام بخير، وتجربتكم لفتت نظري، يعني تعرفت على سهى ضمن الحدث وكان هناك لهم فعالية. أعطينا فكرة عن هذا المشروع المساحة الآمنة. طبعا احنا مسؤولة المتابعة والتقييم في المشروع اللي وافقت عليه او بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالعراق. فتحنا هذا البرنامج في كركوك، طبعا بعد النزاعات الكثيرة والاشتباكات اللي صارت في كركوك، فحسينا انه المرأة محتاجة الى مكان آمن، مكان تحس به انه تقدر تلجأ الى اي جهة تساعدها وتحميها به، يعني يكون مكان مريح لها في مواصفات معينة، نقدم به الخدمة للنساء مجموعة من الخدمات الاجتماعية وخدمات النفسية وأيضا الاستشارات القانونية، وعندنا مجموعة من الاستشارات والقضايا، يعني تولى قضايا قانونية للنساء. وحقيقة على مدى 4 سنوات احنا قدمنا خدمة ل 4550 مستفيدة ضمن هذا البرنامج. كانت الخدمات اللي هي القانونية والبي اس اس، الخدمات اللي احنا سايكو سوشال، وايضا كان عندنا من ضمن البرنامج التمكين الاقتصادي. طبعا التمكين الاقتصادي له دور كبير تغيير واقع المرأة والنهوض بها. كان عندنا ضمن المشروع 280 امرأة مستفيدة من النساء والفتيات. فتحنا لهم مجموعة، كان عندنا صنفين، نقد مقابل العمل، وعندنا مجموعة ثانية اللي هما مجموعة المشاريع الصغيرة. مجموعة المشاريع الصغيرة طبعا احنا نستقبل المستفيدات دوامنا اليومي من يوم الأحد إلى الخميس، كل يوم من الساعة 8 صباحا للساعة 2 ظهرا، ومزودات الخدمة متوفرين مع الخطوط الساخنة اللي مفتوحة 24 ساعة لكل مستفيدة، أو خلينا نقول ناجية. احنا أي امرأة تطلع من عنف، وما أكثر العنف بعد كل التحديات اللي واجهها العراق، تحتاج أنه أحد يعبرها العقبة أو المشكلة اللي هي بيها، وتحتاج أحد ياخذ بإيدها. فهاي الناجية بمجرد أنه هي تخرج من بيتها وتوصل إنه هي عبرت شوط كبير، وإحنا دائما نسميها هي ناجية، لأن أغلب النساء هي ناجية من عنف مهما كان المسمى، عنف في داخل المنزل، خارجة، عنف في العمل، ممكن عنف يكون، قد يكون عنف جسدي، قد يكون عنف لفظي، قد يكون تعنيف، يعني مو شرط انه داخل العمل ايضا ما عدا العنف الزوجي او اللي هو بداخل المنزل. فكل هذول الناجيات اول ما يجون عندنا الباحثة الاجتماعية المتخصصة تقدم لهم الخدمات النفسية والدعم النفسي والاستشارات، واحيانا عندنا حالات تتطلب الى علاج تخصصي نسوي لهم حالة. هذه تجربة جميلة جدا، ويعني انتم ما اهتميتوا فقط، لكن هذا يسموه تأهيل المرأة اللي تعرضت الى كل الاشياء اللي ذكرتيها، تعنفت، تيتمت، ترملت، تعرضت لكثير من الضغوطات الحياتية. هذا الشيء الحلو انه انتم اخذتوها انه تأهيل نفسي، ثم علمتوها على مهنة، بعد ذلك اكو مردود اقتصادي، فهي حالة متكاملة حقيقة. كاملة. بالإضافة شغلة ثانية كمان عندنا الموضوع الصحي، الجانب الصحي. سوينا علاقات كبيرة مع مجموعة من الأطباء وحتى جوانب حكومية في وزارة الصحة، نحيل الحالات اللي يعانون من عنف شديد وبحالات يعني الطوارئ، او يعني يكون وضعهم صعب جدا، نسوي لهم احاله وعلاج صحي، بعد ذلك عندنا نتابعها، يعني مو مجرد انه اجتي تلقت يعني استشاره قانونيه او دعم نفسي او اجتماعي، تحضر جلسات، نسوي لهم ايضا ورش توعيه مختلفه، يعني بمختلف المواضيع،
مواضيع الساعة، طيب أحياناً هم يطلبون هاي أكيد مرت المواضيع. عليكم ست سهى، أكيد مرت عليكم حالات كثيرة، العدد بالآلاف مثل ما ذكرتي، بالضبط. فأكيد في قصة بدون ذكر الأسماء طبعا أو ذكر الشخصية المرأة، لكن بقت في بالك، يعني كانت هي واحدة من أصعب الحالات اللي واجهتوها، وبعدين بكل هذا اللي وفرتوا لها أصبحت إنسانة سوية، عندها أحلام، عندها طموحات. ف والله مو قصة واحدة، يعني قصص يمكن لو من الباتشر قصص يعني. واحنا يعني خلينا نقول احنا بالفيلد، يعني النساء نقابلهم يعني لحد ما تكمل التأهيل النفسي ونشملها برنامج الكاش فور ورك اللي هو النقد مثلا مقابل العمل، تيجي تداوم وتشتغل وندربها على هواية مهن. دربنا خياطة، طبخ، عندنا تسويق الالكتروني والمندبة، دربنا على النساجة، مهنة النساجة في المصنع اللي هي تجربة كانت بقيادة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في العراق، تجربة غير مسبوقة إنه بتعاون مع الحكومة إنه نوفر احتراف يعني هاي المهنة ولمدة 4 أشهر لنساء يعني تخرجوا نساجات ماهرات. عموما أبرز القصص اللي أنت ممكن أحكي لك إياها، هاي القصة امتدت على أكثر من سنة، يعني إحنا هاي الحالة تابعناها، يعني إحنا سنويا المشروع نجدده، نعم. فمن السنة السابقة كان عندنا مستفيدة هي من الطائفة الكاكائية، عانت من عنف داخل المنزل، عنف شديد، الضرب والإهانات المستمرة من أهل زوجها، هي كانت يعني ساكنة معاهم، وكان أيضا زوجها يضربها إلى حد ما مرة كانت هي يعني حامل وضربها ضرب شديد، ويعني هي نقلت إلى المستشفى، ومن هناك قدرنا نوصل إلها، اتصلوا بينا يعني إنه حتى نحاول إنه نقدم لها الدعم، وبالفعل رجعت إلى بيت أهلها، وقدرنا نحصل لها على قضية الطلاق التعسفي ونشحت القضية وأخذت حضانة الأطفال. بعد ذلك دخلناها ضمن مشروع ضمن برنامج الكاش فور وورك، النقد مقابل العمل، واشتغلت فترة وتدربت على الخياطة وأخذت ماكينة خياطة صغيرة وبدأت تعمل عليها بالبيت، وقامت تصرف على بيتها وعلى أولادها. بعد ذلك صار يعني يمكن شوي فترة كورونا وهاي المشاكل اللي صارت، نعم. يعني العمل بصورة عامة توقف وكان المردود قليل جدا، هي استمرت بالتواصل ويانا وقدرنا نحصل لها دعم بحيث انه فتحت مشروع صغير وبسيط، انه هي كان بينهم وبين جيرانهم حديقة بسيطة، حولتها الى حقل دواجن نعم. ومفرس يساعدها بيه بنت الجيران، هم يعني مع والدها اللي هو شيخ كبير شوي بس انه يراقب هاي الامور، وهو كان يعني يحب مهنة يعني الفلاحة، ما قريب من الدواجن، حديقة صغيرة معها سوت حقل دواجن، وبالصالة الضيوف اللي عندهم حولتها الى مشغل يعني للخياطة. تغيرت حياتها اي بالكامل، بالكامل تغيرت حياتها بالكامل، وهي بالكامل، هذه الرسالة اللي نريد نوصلها لأي ومو بس امرأة. هي يعني مو بس يعني هي لو تشوفين لا بنت جارتهم نعم فتحت مشروع حضانة صغيرة بالغرفة اللي هي صديقتها اللي هم الحديقة مشتركة نعم بيناتهم، فلو تشوفين اللي استفادوا من هذا المشروع انه هي تغيرت حياتها، والدها اللي كان يائس ويمكن حتى صغر عمره صار شباب لما حس بروحه يشتغل وينتج، طبعا، وهذا وايضا اللي احنا نريد جارتها. نقوله، يعني ممكن اي امراه انه ما تخضع وتامن انه هذا الواقع، اذا كانت تعيش واقعا مرا انه هو هذا الواقع وهذا هو القسمه وهي النصيب وماكو شيء، لا كل شيء يتغير، كل شيء ممكن بالضبط. يتغير، وكل مشكله لها حل. سهى سعيده جدا اليوم كنت ويانا في الظهيره، هاي أسعد. وأتصور كل المستفيدات من هذا المشروع اليوم يشوفوكم وفرحانين تجربتهم وياكم، وهي تجربة كان لابد أن نقف عندها اليوم ونحن نحتفي بدور المرأة العراقية. جزيل الشكر إلى أشكرك ست سهى، جزيلا. تحياتنا شكرا للكل. شكرا شكرا جزيلا. أشكرك.